طبعا اهم انجازاتنا للسنه 22 ان احنا طبعا تم دعم لله الحمد اكثر من 4100 شركه في السوق او في القطاع الخاص، وتم كذلك دعم اكثر من 10000 فرصه وظيفيه واكثر من 8400 فرصه تدريبيه. بالنسبه حق تركيزنا واولوياتنا للمرحله القادمه، احنا طبعا نبي نركز على دعم نمو المؤسسات في القطاع الخاص، شلون نقدر ندعمها ان هي تتوسع تنمو وتكبر محليا واقليميا ودوليا، شلون احنا نقدر ندعم الايكو سيستم او النظام البيئي القطاع الخاص وسوق العمل، وكذلك ندعم الفرص التدريبيه في المهارات اللي يحتاجها سوق العمل، واخر شيء شلون احنا طبعا التمثيل الاقتصادي للمواطنين البحرينيين والفرص التوظيف لهم في سوق العمل. فبعد ما طرحنا برامجنا في سنة 2022، يمكن هاي ثمار طرح هذه البرامج والثمار أيضا الاستماع إلى 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 القطاع الخاص والفيدباك اللي نستلمه منهم بشكل دوري. فيمكن ما زال الوقت مبكر أن احنا نقول أن البرامج اللي طرحناها نسبة نجاحها 100%، ولكن احنا نوعد القطاع الخاص أنه راح نواصل الدعم وراح نواصل أيضا الاستماع إليهم عشان نشوف شو نقدر نطور من أداء تمكين ومن أداء برامج تمكين. في 4 محاور في هذه الاستراتيجية بشكل ملخص وسريع هي كالآتي: رفع التأثير الاقتصادي للدعم اللي نقدمه من خلال ربط الدعم بالأهداف والتأثير الاقتصادي المرجو. النقطة الثانية هي إعطاء الأولوية للإنتاجية ورفع إنتاجية المؤسسات والأفراد. النقطة الثالثة هي العمل بطريقة أكثر استباقية من خلال تحديد ودراسة المشاريع اللي لها تأثير اقتصادي ملموس ودعمها. أما النقطة الرابعة وهي يمكن الأهم هي رفع وتيرة وسرعة التنمية البشرية والمساهمة في خلق وظائف جيدة وذات أجور مجزية للبحرينيين، ومساعدة المؤسسات على التحول الرقمي عشان نوفر بعد وظائف أكثر.